مشهد صعب للغاية، حيث قام قوات الاحتلال باقتحام مراكز اللواء وإخراج جميع النازحين، وتقوم الآن بالقصف مراكز اللواء في المسرحية. استهداف علينا، استهداف علينا. الوضع ايس كوفي جلي، طبين لك رجع 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 رجع. والقصف المدفعي المتواصل لن يدخل المعسكر. لما سطحوهم لا دبابة ضلت ولا جرافة ولا آلية ولا حاجة. أحد المواطنين قاعد بيعمل معجنات من وسط مخيم جبالي. إيش بتعمل؟ الوضع صعب. طيب قطع من الناس يا عمي.